هدوو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 و
هتفلت. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا. الحلقة الثالثة من مسلسل حظك اليوم، كتبها لنا محمد عبد الرحمن شحاتة. برج الدلو. امبارح بالليل كانت اخر مكالمة بيني وبين خالي، اصل لازم اطمن عليه كل ليلة. انا مغترب وهو عايش لوحده، وهو للأسف قعيد ومالوش حد غيري، وما كانش عندي رغبة اني اسافر علشان اكون موجود جنبه على طول، اصل انا معرفش حد من عيلة ابويا ولا حد منهم بيسأل عني، ومليش في الدنيا غير خالي بعد ابويا وامي الله يرحمهم. هو اللي رباني وعلمني واهتم بيا لانه ملوش اولاد، وعمري ما كنت اتمنى اني اسافر واسيبه، لكن هو كان دايما بيلح عليا. ده كمان حلفني بالغالية اللي هي امي علشان اسافر. والله كان على عيني لما استلمت العقد بتاعي وخلصت اجراءاتي وحجزت تذكرة السفر، بس انا كنت مصمم ان في ممرضة تجيله يوميا تشوف العلاج وتطمن عليه، ده غير ان كل ليلة لازم نتكلم، واوقات المكالمة تعدي الساعة والاتنين على فكرة. بحكي له عن يومي، مفيش زي ما يقولوا شردة ولا وردة الا بحكيها له. هو كمان بيحكي لي عن تفاصيل يومه بتبقى ازاي، ودايما بيكون في المكالمة فترة اختبار، اصل من زمانه وهوايته يسألني اسئلة فيها ذكاء وانا جاوب عليه، وكان دايما بيراهن اني ذكي، والحقيقة ظنه كان بيبقى في محله. كان كل سؤال بيسأله لي بيلاقي اجابته عندي. الحقيقة دي مش حاجة جديدة، ده من وانا صغير، حتى بعد ما سافرت بقى يستغل المكالمة ويعمل لي الاختبارات لحد امبارح. بس لقيته بعد ما اطمن عليا بيضحك وبيقول لي: يلا يا بطل، مش دايما بفتخر انك ذكي، وانت كمان بتفتخر انك من مواليد برج الدلو، وان مواليد البرج ده هم اذكى الناس. هسألك بقى شوية اسئلة ويلا جاوبني. وبدأ يسألني سؤال ورا التاني، وكالعادة كنت بلاقي إجابة للسؤال في ثواني، لحد ما لقيته بدأ يسألني ويقول لي: يعني إيه إبليس يا مصطفى؟ أنا تنحت ومعرفتش أرد. الثواني بتفوت وهو على التليفون مستني الإجابة، لكن لقيته بيضحك وبيقول لي: سكت ليه؟ معقول مصطفى اللي بيجاوب على كل الأسئلة الصعبة مش عارف يعني إيه إبليس؟ أكيد عارف يا خالو، بس أنا مستغرب أول مرة تسألني سؤال من النوع ده. تجديد حلو، قلت أسألك في حاجة برا الصندوق شوية. صندوق إيه بس يا خالو؟ دي أسئلة برا التابوت. مش برا الصندوق خالص. دايما خالي بيقابل تعليقاتي بضحك، وضحك على تعليقي وبعدها قال لي: طب يلا جاوب بقى يا بطل. إبليس يعني اليائس من رحمة ربنا، وفي بعض اللغويين بيقولوا ان الكلمة اصلها اصلا اغريقي ومعناها الشيطان. ما انت مذاكر هو بطل. هو ايه اللي مذاكر؟ انت خلو تحولت وغيرت المنهج خالص. كأنه ما سمعش سؤالي ودخل من ودنه وخرج من التانية، وبدل ما يفسر لي سبب الاسئلة لقيته بيسألني سؤال تاني. طب قولي يعني ايه جن؟ هو ايه فيها يا خلو؟ متصلي على النبي، هي دي فقرة السحر؟ ما خلاص بقى. خاله ما تحكش المره دي على كلامي، انا ما كنتش قاصد ان انا ضايقه، لو اتضايق على فكره والله خالص، انا كنت مش حابب ان انا اتكلم، بس هو ما تقبلش سكوتي وسالني هو انا مش عارف ولا ايه. قلت له: لا عارف، الجن هو شيء مخفي، حاسه البصر عندنا ما بتقدرش تدركه، الطفل في بطن امه اسمه الجنين بمعنى الخفي، علشان ما بنقدرش نشوفه بالعين المجردة والشكل العادي. المخلوقات السفلية بيتقال عليها جن لأننا ما بنقدرش نشوفها. خلاص كده خلصنا أسئلة العفاريت يا خالو. بعد ما جاوبت على السؤال لقيته بيضحك بطريقة غريبة. ضحكته كانت بتقول إنه مش في وعي. بالمناسبة هو عمره ما بيتعاطى أي حاجة ولا بيشرب أي حاجة ولا حتى بيدخن، ورغم انه قعيد من كام سنة ومش بيتحرك غير بالكرسي المتحرك،
لكن ده ما ينفيش ان عقله واعي جدا، عشان بس المعلومات الغلط اللي بتكون عند البعض ان اي حد ربنا ابتلاه في مشكلة في البصر، فقد البصر او في الحركة او لا، بالعكس هو بيكون سليم اكتر مني ومنك مليون مرة. خاله ذاكرته تمام جدا، كويسة يعني، مفيش اي مشكلة، بس مش عارف ايه السبب اللي خليه يسألني السؤالين دول. وضحكته الغريبة عمالة تزيد، عارفين ضحكة ابطال الشر في الافلام القديمة؟ نديت عليه كذا مرة وهو عمال يضحك. بعت التليفون عن ودني من كتر ضحك خاله اللي ما بيقفش، وعناية على الشاشة وعداد الدقايق في الشاشة بيعد، وفضل يضحك لمدة تجاوزت 3 دقايق بدون توقف، وانا عمال اقوله يا خالو في ايه، يا خالو في ايه. وقف ضحك فجأة وصوت خاله اتقطع، المكالمة مفتوحة وسامع صوت انفاسه. وعمال انادي عليه، ولما رد اخيرا رد بجملة واحدة بمنتهى الهدوء وقال لي خلي بالك على نفسك يا مصطفى. وبعدها الخط اتقطع، حاولت ارن عليه تاني ما ردش عليا، قلت خلاص هو اتكلم في الاخر واتكلم كويس، مش هضغط عليه في الزن يعني، ممكن يكون محتاج يرتاح وبكرة افهم ايه الحكاية. قلت يمكن العلاج اللي بياخده ممكن بيأثر على النفسية مثلا والتصرفات. واستنيت لي تاني يوم اخر النهار في الوقت اللي متعود اكلمه فيه، ورنيت عليه لكنه مردش، حاولت كتير بدون فايدة، ومفيش في ايدي حاجة اعملها، بيني وبينه بلاد وبحور ومسافات، يعني حكاية ان انا اخطف رجلة اطمن عليه دي مش واردة. ما كانش في قدامي غير اني هتصل على طول بالممرضة، اللي بمجرد ما رنيت عليها ردت عليا وقلت لها اللي حصل، وسألتها اذا كانت صحة خاله يعني تمام وهو كويس ولا ايه، فقالت لي انه كويس. قلت لها ازاي كويس، بقول لك طريقته غريبة معايا، وفضل يضحك في المكالمة امبارح بشكل غريب، وسألني في حاجات عمره ما كلمني فيها. ردت عليا وقالت لي على فكرة أنا كنت جنب خالك وهو بيكلمك، ولا كان بيضحك ولا أي حاجة. ردها عليا صدمني، هي ودني بتشتغلني مثلا، ولا الممرضة اللي بتشتغلني وهي وخال وعاملين مقلب، ولا ده إيه؟ ده لسه صوت ضحكته بيرن في وداني لحد دلوقتي لما الممرضة تقول إنه ما ضحكش. في إيه؟ في إيه؟ حاولت الممرضة بكل المستطاع إنها تطمني لما حست إن أنا قلقت أكتر، وقالت لي انها لما تروح له بكره في الميعاد هتخليه يتصل بيا، او هي هتكلمني من تليفونها وتخليني اطمن عليه. قلت خلاص كلها كم ساعه واكلمه والقلق ده يروح. قفلت معاها وعملت محاوله اخيره ورنيت تاني لكنه ما ردش. ما كانش قدامي غير اني ادخل انام، علشان النوم زي ما بيقولوا كده يحرق ويقتل الوقت اللي باقي على ما الممرضه ترجع تكلمني. دخلت اوضتي، فردت ظهري على السرير، الأوضة ضلمة، ورغم ان ليا زميل في السكن اسمه آسر بيشاركني الأوضة، وفي الغالب بيكون في ملكوت تاني بيقرف كتب قديمة ودايما بيحرص ان يحطها في الدولاب الصاج بتاعه ويقفل عليها، الا اني ما كنتش حاسس بصوته وهو نايم، اصل رغم ان هو هادي وعايش في ملكوت لوحده، لكن في العادي بيكون صوته عالي وهو نايم. عارفين بقى لما حد يبقى مرهق راجع من مشوار طويل من سفر وينام صوت شخيره بيبقى عامل ازاي، مزيكة حصبالة حرفيا. انا حسيت باحساس غريب، احساس ان انا اتفصلت عن العالم، الدنيا ميوت زي ما بيقولوا، الصوت ميوت تماما، مفيش حواليا اي حاجة، كل اللي حاسس بيه هو اني نايم، جسمي متخشب، ومع الوقت بيبدأ يظهر صوت مش فاهم هو صوت ايه، ولما بدأت اركز لقيته الصوت اللي بسمعه من الكرسي المتحرك بتاع خاله،
صوت التزييق بتاعه وهو بيمشي بيه. الصوت بيقرب وكأن خاله بيقرب. فتحت عيني لقيت حاجة غريبة. كان في صورة كرسي متحرك معكوسة في السقف وفوق واحد لكن ظهره ناحيتي. عمري ما هتوه عن خالي، انا اعرفه من وشه ومن ظهره. استغربت ان السقف اصلا بقى مراية كده وعاكس الصورة. وصوت التزييق رجع من جديد، وصوت الكرسي هو ده انا عارفه ومتأكد منه. وصورة انعكاس الكرسي في السقف بتتحرك. ومعقول صورة الكرسي اللي انا متخيلها لما تتحرك اسمع صوت الكرسي في الحقيقة؟ اللي خلاني اوقف تفكير هو ان الكرسي استدار فجأة، ولقيت خالي في وشي بيبصلي وبيبتسم بطريقة غريبة، ابتسامة هادية صمتة مستفزة وفي نفس الوقت بهتة ومخيفة. حسيت بشعور غريب، وخصوصا انه كان بيقرب. ما كنتش عارف السقف هو اللي بينزل ناحيتي ولا انا اللي بطلع للسقف فوق. هي يدوب لحظات ولقيتني وشي في وش خالي، اللي مع الوقت بدأت احس ان ابتسامته فعلا مرعبة. انا بقطع النفس من الخوف. كان على لساني اسئلة كتير، هو في ايه؟ هو ايه الحكاية؟ هو ايه اللي جابك هنا؟ لكني ما قدرتش. لقيته هو اللي بيسألني وبيعيد عليا نفس السؤال من تاني وبيقول لي هو يعني ايه ابليس؟ بلعت ريقي من طريقة خالي في السؤال وملامحه الغريبة اللي الاول مرة ما كنتش قادر افهمها ولا اراها. حسيت بخوف تجاوز الرعب بكتير. كل لحظة بتفوت كانت نظرة خالي ليا بتبقى غامضة ومخيفة اكتر. حاولت انطق لكن كأني في حاجة ماسكة لساني، كل حاجة فيها متكتفة. ومع الوقت لقيت ضحكة خالي الغريبة بتنفجر في وشي، ضحكة كلها شر عمري ما توقعتها من البني آدم اللي رباني. لكن فجأة لقيت ملامح خالي بتبعد، المسافة بيننا بتزيد، وسمعت صوت التزييق المزعج من تاني. والمرة دي شفت صورته المعكوسة في السقف، كأن في ايد معرفش هي ايد مين بتزق الكرسي اللي خالي قاعد عليه وبتبعد بيه. وبعدها كل حاجة اختفت تماما. الايد اللي هزتني في كتفي خلتني انطر الغطا من فوقي. اتفزعت لدرجة ان اتفاجئت بنفسي واقف حرفيا على السرير. معرفش ازاي قمت وقفت ونطرت، مش فاهم. وعيني مبحلقة في زميلي اللي معايا في السكن المسكين، يعيني خد عمره ما شافها في حياته من رد فعلي. ما هو معذور برضه، ما هو ما يعرفش الكابوس المهبب اللي انا صحيت منه. لقيته بيبصلي باستغراب وبيقول لي مالك يا مصطفى، انت بتعمل كده ليه؟ انا ناقص وانت كنت بتحلم بطرزان يا عم. الحقيقة انا كنت في نص هدومي من الموقف ده. هو لما يفوق هيبدا يسف عليا بعد الخوف ده، هيقلب بسف وطريقه وهيفضحني في الدنيا كلها. فضلت واقف ساكت ما اقدرش انطق بكلمه، مش عارف ارد. يلا يا عم يلا، الوقت اتاخر، يلا يا دوب تلحق شغلك الله يهديك. برغم ان الجو برد لكني قررت اخد شاور ميه ساقعه كده فوق من اللي انا فيه. قلت يمكن صدمه الميه تخرجني من صدمه الكابوس. لكن في قناعاتي ان الشاور الساقع زي ما هو ليه فوائد جسديه ليه برضه فوائد نفسيه. اخدت الشاور وطلعت جسمي زي ما يقولوا بيطقطق كده زي كيس البسله اللي طالع من الفريزر. لبست هدومي على السريع وخرجت، لان فعلا الوقت كان يدوب اني الحق الشغل. ولما وصلت قعدت على مكتبي وانا سرحان، ما قدرتش اهرب من تفكيري. وسالت نفسي سؤال واحد، هو ايه حكايه التغيير اللي حصل لخالي من امبارح ده؟ طب هو اللي حصل لخالي ده ليه علاقه بالكابوس؟ ده كده سؤالين مش اتنين. انا لو فتحت دماغي وفتحت لنفسي مجال للاسئله مش هيبقوا اتنين، ده هيبقوا 20. حاولت الهي نفسي في الشغل، كل يعني ما الاقي حاجه اقدر اعملها عشان ما افكرش. لكن كل ما الهي نفسي بحاجه الاقي دماغي على طول واخداني للي حصل. حتى الاستاذ سمير اللي معايا في المكتب لاحظ ان دماغي مش في الشغل. انتبهت على صوت خبط قريب مني، واتفاجئت انه واقف قدامي وبيخبط بسن القلم على مكتبي. ولما بصيت له قال لي ايه اللي واخد عقلك يا درش؟ لا ابدا يا استاذ سمير، مين يعني هياخد عقلي؟
الأستاذ سمير بالمناسبة شخص نمطي جدا، روتيني تقليدي بطريقة صعبة، يعني خليني أقولك بيبدأ يومه بفنجان قهوة لازم، والجورنال لازم لما يوصل يلاقي الساعي سيبهوله على المكتب بيقرأ الأخبار ويشوف الدنيا فيها إيه. ده غير برضو الكلمات المتقاطعة اليومية، وده اللي خلاني لما بصيت له أشوف الجورنال اللي معاه كنت عارف إنه هيتعامل معايا إني جورنال هيحب يعرف إيه اللي جوايا وكنت سرحان في إيه. لكن ربنا نجدني لما الساعي دخل المكتب فجأة وقال للأستاذ سمير: المدير عايزك حالا يا أستاذ حالا. أستاذ سمير نسي هو بيكلمني في إيه وقام بسرعة لدرجة إنه ساب الجورنال على المكتب عندي وراح يشوف المدير. الجورنال كالعادة مفتوح على صفحة الكلمات المتقاطعة، يعني لفتت عيني ونظري وقلت أجرب حظي. كان تقريبا أغلبها اتحل، فقلت أشوف اللي عليه الدور وبدأت أقرأ علشان أحل وهشغل نفسي بأي حاجة ما تخلينيش أفكر في الهم والقرف اللي أنا فيه واللي حصل لي مع خالي والكابوس اللي ختم اليوم امبارح. برج يتميز مواليده بالذكاء الشديد والبحث الدائم عما يثير عقولهم. يا سلام، هي دي بقى الكلمات المتقاطعة؟ ما الحكاية بسيطة اهو، ده الإجابة جت في ملعبي برجي. وساعتها كتبت الإجابة الدلو ورحت على السؤال اللي بعده وبدأت أقراه علشان أجاوب عليه. كائن تم طرده من رحمة الله ويأس منها. لا إله إلا الله، وفي إيه؟ لساني بقى زي الحطب، جسمي تلبش وإيدي تهزت، ما كنتش مصدق إن أنا قابل السؤال ده في الكلمات المتقاطعة في الجورنال اللي اتساب قدامي بالصدفة وتكون إجابة السؤال هي نفس السؤال اللي خالي سألني عنه في المكالمة. إبليس، إيه الصدفة الغريبة دي؟ مفيش صدفة بتيجي مترتبة كده، الأول سؤال عن برجي زي ما خالي كلمني عنه ودلوقتي عن إبليس. عقلي كان زي دوامة عمالة تتقلب وتجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، لقيتني بسأل نفسي وبقول هو في فعلا حاجة اسمها صدفة؟ رميت الجورنال على المكتب من تاني وعشان اتخلص من الخوف والتوتر اللي حسيت بيهم حاولت اشغل نفسي في اي حاجة تانية تخص الشغل، لكن دماغي ما كانش فيها مكان. واللي رجعني للحالة اللي كنت فيها ان الاستاذ سمير كان رجع من عند المدير ولما دخل المكتب مد ايده خد الجورنال ولما عينه جت على الكلمات المتقاطعة لقاني مجاوب على سؤال، وساعتها عرف اني لعبت وقلبت في الجورنال بتاعه. كان بيبصلي هو قاعد على مكتبه من وقت للتاني بصة من تحت النظارة، تقولش سرقت سريقة ولا قتلتله قتيل. تحب تحل الكلمات المتقاطعة يا مصطفى؟ ها؟ لا مش هاوي، يعني مش هاوي، لكن لما بشوفها قدامي كده بتثير فضولي احيانا. بس انت جاوبت على سؤال واحد، برج الدلو، ما كملتش ليه؟ وحضرتك اتضايقت؟ ما انا اسف، خلاص انا مش عارف اقول له ايه. ايه رايك تحل معايا؟ خد عندك يا سيدي السؤال اللي عليه الدور وقول لي الاجابه. سلسله جبال اوروبيه معكوسه، تعرفها؟ طفت من فوق الكرسي وانا بقول في نفسي اكيد الاستاذ سمير كده تجاوز السؤال اللي عليه الدور. سبت المكتب وقمت بسرعه رحت عنده، شديت من ايده الجورنال ودورت على السؤال اللي كان عليه الدور ولقيته فعلا هو السؤال اللي سمعته دلوقتي، سلسلة جبال أوروبية معكوسة. الله، هو في إيه بقى؟ السؤال التاني فين؟ الحالة اللي كنت فيها خلت الأستاذ سمير بفضوله وحشريته بيقول لي: مالك يا مصطفى؟ مخدود كده ليه؟ مش كلمات متقاطعة دي اللي تخوف على فكرة. لا أبدا مفيش حاجة، أنا مخدتش بالي من السؤال والجورنال معايا وقلت أنت بتقرأ أسئلة من بره. من بره؟ بقولك إيه؟ سيبك من الكلمات المتقاطعة، أشوف لك حظك اليوم، أنا بحب أقراه. أنت برج إيه؟ أنا الدلو. بص يا سيدي، الدلو الدلو زي ما كانوا بيقولوا في المسرحية، الدلو 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 الدلو. أنت عشان كده بقى صحيح السؤال اللي جاوبته هو سؤال الدلو، ده أنت فاشل بقى في الكلمات المتقاطعة. أهو يا سيدي الدلو، تعرف طبعا ان الراجل الدلو يحب ايه. بقولك يا استاذ سمير انا مش فايق. بص اسمع، يخشى عليك من الحسد والعين، ويخشى عليك من شراب تشربه من شخص يؤثر عليك، ويخشى عليك من شيء يقرأ بجوارك فيصيبك. ايه الكلام ده؟ مش فاهم حاجة. انت فاهم؟
فعلا الكلام غريب ومخيف. انا لا بقتنع بالابراج ولا بالكلام الحمصي ده ولا ليا فيه. انا بالنسبه لي ده كله تنجيم صرف، لكن علشان اللي بيحصل معايا من امبارح قلت اسال الاستاذ سمير، بما انه هاوي كلمات متقاطعه وابراج وحظك اليوم وتفسير احلام والحاجات دي الجميله دي اللي بتجيب فلوس من الهوا دي، وقلت له طب ما تحاول كده تفسر لي المعنى ايه. على ما اعتقد والله اعلم، مواليد برج الدلو نعرف ان هم اصلا نجمهم خفيف، بيتاثروا بسرعه من اي حاجه يتعرضوا ليها. هنا بقى يقصد المس، السحر، الطلاسم، يعني من الاخر لازم تكون محصن نفسك. عليك بقى باذكار الصباح والمساء والوضوء، ولو حد من ابراج او برج الدلو ده حس باعراض غريبه على طول يكشف، اكيد مش عند دكتور قبل ما تبصلي وتسالني. كشف روحاني، يروح لواحد من المعالجين اللي بيفهموا في الكشف الروحاني ويقول له ايه نوع العارض اللي اصابه بالظبط وهو يعالجه بقى، لان كل عارض ليه طريقه علاج. يعني ايه عارض؟ يعني سحر، مس، كل نوع سحر وكل مس ليه علاجه، وعشان يتعرف العلاج المظبوط لازم الحاله يا صاحبي تتشخص مظبوط. هو انت عارف الحاجات دي كلها منين؟ ده انت يعني ولا كانك كتاب. هو الحاجات دي اصلا بجد؟ هو المسح والسحر والجو ده بجد؟ ده سؤال برضو يا مصطفى. يا راجل ده اتذكر في كتاب ربنا، مفيش ولا كتاب سماوي الا محذرنا. في ايه؟ مش عارف ليه حسيت ان انا متلخبط. هل ده اقتناع بكلام استاذ سمير واللي هو المفروض ضد قناعاتي تماما، ولا يمكن عشان اللي بيحصل معايا من امبارح؟ ولو كلامه صدق يبقى ممكن اللي انا فيه ده اعراض سحر او مس مثلا. بس انا ممكن اكون شربت ايه ولا اتسحرت ازاي من اللي بيقوله ده، ولا ايه اللي مسني؟ دماغي عماله تودي وتجيب، الحكايه بدات فجاه واتطورت بسرعه قوي. لا وبدات منين؟ من عند خالي اللي انا اصلا قلقان عليه. يا نهار اسود، هو كمان في حاجه ولا ايه؟ ممكن يكون هو كمان اتمس. كل اللي بفكر فيه انتهى على رن تليفوني، وكان خالي اللي بيتصل. اتخضيت واتلخبطت ومسكت التليفون وفتحت المكالمه بسرعه وقلت له الو يا خالو، عامل ايه يا حبيبي؟ لكن لقيت الممرضه هي اللي بترد عليا، ولما لقيت نبره صوتي بتدل ان انا قلقان وخايف قالت لي ما تقلقش يا استاذ مصطفى، خالك كويس، وحبيت كمان اكلمك من تليفونه كمان. كل الحكايه بس انه واخد دور برد، انت عارف بقى الشتا وعمايله. طيب انا خليه يكلمني، عاوز اطمن عليه. فات شويه وقت، كنت سامع فيهم صوت خروشة وخرفشة وحاجة مش بتتجر ولا ما، أكيد هي بتساعد خاله علشان يقعد تقريبا علشان يكلمني. وبعد شوية سمعت صوت مبحوح من التعب وبيقول لي ازيك يا مصطفى، ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ معلش أنا كنت تعبان امبارح ما عرفتش أرد عليك. الحمد لله الحمد لله. أخدت نفسي وبدأت أحس إن الموضوع بقى منطقي. خالي مردش عشان كان تعبان، لكن الأسئلة الغريبة اللي سألها لي هو بيكلمني مش وقته إن أنا استفسر عنها دلوقتي في تعبه ده. كلامنا كان عادي، سألني عملت إيه امبارح وإيه الجديد عني، وهو يا عيني بيكح وتعبان، واتطمنت عليه واتطمن عليا واتطمنت على علاجه وأكله. رتم المكالمة كان ماشي طبيعي لحد ما فجأة رجع يضحك نفس الضحكة تاني. الضحكة بتاعته دي كانت بتهزني من جوه، شعور غريب، قلق وتوتر وخوف ورعب وهلع وفزع. يعني ايه ابليس يا مصطفى؟ يعني ايه ابليس يا مصطفى؟ التليفون وقع من ايدي على المكتب. عارفين انا عملت ايه؟ انا قمت وقفت وانا مذهول ومش عارف اداري نفسي. كنت حاسس ان انا لوحدي في المكتب، ومن حسن حظي ولا ما اعرفش سوء حظي ان لما التليفون وقع السبيكر اتفتح، ضحكه خالي كانت بترج المكان.
مبقتش عارف اتصرف ولا افسر ده ازاي. كنت حاسس ان انا قايم من غيبوبة. انتبهت على صوت الممرضة فجأة وهي بتقول: الو الو يا استاذ مصطفى، رحت فين؟ في الوقت ده الاستاذ سمير عينيه كانت عليا مستغرب رد فعلي وبيبصلي بمنتهى الاندهاش. مديت ايدي ناحية التليفون وانا مش فاهم حاجة. صوت الممرضة عمال ينادي عليا. رفعت التليفون وبلعت ريقي علشان ارد عليها وقلت لها: ايوه انا موجود، اصل التليفون وقع من ايدي. انت ما ردتش على خالك ليه طيب؟ اصل خالي بيسألني سؤال غريب. سؤال ايه اللي غريب؟ بيقول لي يعني ايه ابليس ويفضل يضحك. انا جنب خالك وهو بيكلمك وما قالش حاجة من اللي انت بتقوله ده خالص يا ابني. يعني ايه؟ يعني انا بخرف. غصب عني قفلت المكالمة. ما كانش عندي اي طاقة تخليني اكمل كلام. اكتفيت بكلامها ان خالي كويس وخلصت. حطيت التليفون على المكتب وربعت ايديا وحطيت راسي دفنتها وسط ايديا. مخي بيفور. كل دي تهيؤات؟ وصورة خالي المعكوسة في السقف دي ايه؟ برضو كابوس وتهيؤات؟ بس مش غريبة ان كل حاجة تتراهن على ان هي تزاولني؟ مزاولة وانا نايم، مزاولة وانا صاحي، مزاولة في الجورنال، مزاولة في التليفون. محاولات الأستاذ سمير معايا عشان يخرجني من التوهة اللي أنا فيها ما جابتش نتيجة. كنت برد على كلامه وأنا مش مركز أصلا أنا بقوله إيه. هو كمان لاحظ إن أنا مش معاه فما حبش يضغط عليا بالكلام. ولما الشغل خلص رحت على السكن. ولما دخلت أول حاجة عملتها إني أخدت شاور ساقع، عاوز دماغي تفوق والفوران والسخونة الرهيبة اللي في نافوخي تهدى والصداع اللي ماسكني ومش رحمني يغور. وأنا تحت المية وجسمي بيترعش من السقعة سمعت صوت في الصالة، حاجة بتخبط. هديت مية الدش شوية وبدأت أركز مع الصوت. أكيد ده آسر. إيه اللي رجعه دلوقتي؟ ده بيرجع بعد مني بساعتين مثلا. أكيد حصل حاجة في شغله وخرج بدري. يا آسر أنت جيت؟ وكأني بدن في ملطة. الصوت لسه في الصالة ومحدش بيرد عليا. قفلت الدش وناديت تاني مفيش رد. قلت هو الواد ده اتطرش ولا إيه؟ لما لقيت الحكاية غريبة نشفت نفسي بسرعة ولفيت فوطة كده على وسطي وخرجت. ويبدو بفتح باب الحمام اتفاجئت بأكتر حاجة ما كنتش متوقعها. لقيت الكرسي بتاع خالي في الصالة. أول مرة كنت أحس بالخوف ده. كل حاجة كانت بتحصل بفسرها إنها هلوسة، ولو شفتها وأنا نايم بقول إنه كابوس. لكن أنا صاحي وواعي وشايف قدامي الكرسي المتحرك بتاع خالي. وبدأ الكرسي يتحرك بنفس الريتم اللي خالي بيحركه بيه. الكرسي معليهوش حد، بيتحرك لوحده كأن خالي موجود عليه بس مختفي. والكرسي بدأ يقرب مني. حطوا نفسكم مكاني، كرسي متحرك في وضع مخيف جدا وفي أيام انت مرعوب فيها جدا وانت في الصالة لوحدك والكرسي بيتحرك ناحيتك ومعليهوش حد. خوف وفزع رهيب. ما قدرتش ارجع لورا. كل اللي حصل لي ان انا بقيت ثابت زي الصنم في مكاني، لا بهش ولا بنش. والكرسي خلاص بيقرب لدرجة انه خلاص هيلمسني. في اللحظة دي حسيت بنفس جاي من ورايا كأن حد بيوشوشني في ودني. وفعلا سمعت صوت خالي جاي من الحمام ورايا وبيعيد عليا نفس السؤال. ساعتها اتفزعت اكتر ما انا مفزوع. بصيت ورايا فجأة ولقيت الحمام فاضي برغم ان حسيت بخالي ورايا. ولسه ما فقتش من الصدمة وسمعت تكة المفتاح في الباب. ولما بصيت اشوف فيه ايه اتفاجأت ان الكرسي المتحرك بتاع خالي واللي كان قدامي مش موجود. فضلت باصص على الباب لحد ما لقيت آسر داخل. ولما شافني واقف في البرد والفوطة لففها حواليا بصلي هو مستغرب وقال لي: ايه حكايتك يا مصطفى؟ مرة تقوم مفزوع من على السرير وتقف لي ومرة واقف مالط كده، في ايه يا ابني؟ حاولت اتجاوز كلامه. ما عنديش طاقة اصلا اتحمل جدال اللي فيها مكفيني. قلت له: انت مش لسه بقيلك ساعة على ميعادك على ما تيجي؟ قال لي ان المدير حصلت عنده ظروف ومشي بدري وكانت فرصة انه يخرج ساعة بدري. دخلت الحمام ولبست هدومي. بعدها خرجت لقيت آسر عايش في ملكوته قاعد بيقرا في الكتب بتاعته. ما شغلتش بالي، فتحت التليفون وقعدت اتسلى شويه. فيسبوك بقى، على انستجرام، على فيديوهات من يوتيوب وشويه. وخالي يرن عليا في الميعاد المعتاد بتاعه. في
في وسط ما بقلب في التليفون وصلتني رسالة صوتية من خالي على واتساب. فتحت الشات وشغلت الرسالة، واتفاجأت ان التليفون بيقع من ايدي لما سمعت صوت خالي في الفويس وهو بيضحك نفس الضحكة. كان جسمي عامل زي لوح التلج، اطرافي متجمدة، ما قدرتش امد ايدي اجيب التليفون اللي وقع مني، لكن لقيت اسر بيمد ايده بيناولني التليفون وبيقول لي: مالك يا ابني، ما تركز، فيك ايه؟ ده حب ده ولا ايه؟ انت سمعت الفويس اللي انا فتحته دلوقتي يا اسر؟ ايوه سمعته. ماله؟ سمعت ايه؟ سمعت الضحك اللي فيه؟ ضحك؟ مش ده صوت خالك؟ ايوه صوته، بس بيضحك ضحكه غريبه. يا مصطفى انت هتجنني، ضحك ايه يا ابني؟ قررت افتح الفويس تاني علشان اخليه يتاكد من اللي بقوله، ولما فتحت الفويس التليفون وقع من ايدي مره كمان، بس المره دي لان ما كنتش مستوعب اللي انا سامعه في الرساله الصوتيه، والتليفون مرمي في الارض والرساله شغاله وخالي بيقول: ازيك يا مصطفى يا حبيبي، اعذرني مش هقدر اكلمك النهارده، انا حاسس ان انا تعبان شويه، الممرضه هتاخدني للدكتور علشان اكشف واطمن، احنا مستنيين بس عربيه ولا اوبر ولا حاجه يجي يودينا، ممكن ارجع متاخر وتكون يا حبيبي نمت، بس انا حابب اقول لك بس ان انت لو رنيت وما ردتش عليك ما تقلقش، خلي بالك من نفسك يا حبيبي. انا حاسس ان انا مربوط من رجليا ومتعلق في مروحه طاحونه وبتلف بيا، الدنيا بتدور من حواليا حرفيا، كل حاجه باهته، حتى اسر كانه اتبخر من جنبي، ولقيتني بلمح الكرسي المتحرك من جديد بيتحرك فاضي قدامي في الصالة، وسمعت صوت خبط خارج من الأوضة اللي بنام فيها، ركزت مع الخبط لحد ما صوته تلاشى اختفى والكرسي المتحرك كمان اختفى، ولقيت بدل منهم خبط على كتفي اللي خلاني اتنفض في مكاني. كان آسر وبيخبط على كتفي عشان يشوف في ايه. عارفين الكتكوت المبلول؟ هو ده بالظبط كان حالي واحساسي لما بني ادم يحصل له حاجات غريبه زي وما يبقاش عارف لها سبب، هو ده اللي بيحصل له. الدنيا ليلت، اخدت تليفوني ودخلت الاوضه، قلت احاول انام، لكن من باب يعني لكي يطمئن قلبي فتحت الشات بيني وبين خالي وسمعت الرساله الصوتيه من تاني، وما لقيتش اثر للضحك اصلا فيها. الحكاية عمالة تزيد كلكعة وغموض ومش مفهومة، مش عارف ليه دماغي أخدتني الكلام الأستاذ سمير، السحر والكلام ده والمس وخلافه. فضلت أفكر واسترجع كل التفاصيل اللي مريت بيها، يمكن أكون عملت حاجة هي السبب في اللي بيحصلي، أو شربت حاجة زي ما أستاذ سمير قال لي، ولا أكلت حاجة، أو حتى لمست حاجة. تعمدت إن أيامي اللي فاتت تعدي قدام عناية زي ما أكون بتفرج على شريط فيديو أو فيلم، وما قدرتش أوصل لحاجة لحد ما آسر دخل الأوضة وفتح الدولاب الصاج بتاعه وحط فيه الكتاب اللي بيقرأ منه وقفله بالمفتاح، وبدأ آسر وصلة الشخير المعتادة بتاعته وهو نايم. سابع نومة يا بخته. حاولت بكل الطرق أنام، مفيش فايدة، عناية رافضة أصلا إنها تقفل. ومع الوقت بدأت أحس إن في حاجة بتخرفش في الأوضة، تعبت وزهقت ورفعت عيني وبدأت أبص يمين وشمال والصوت مستمر، الصوت طالع من الدولاب الصاج بتاع ياسر. أيوة، قمت من على سريري وقربت من الدولاب وحطيت ودني على الدولاب، فعلا الصوت من جوه. هو الواد مربي فار جوه ولا إيه؟ الفضول هيموتني، طقت في دماغي أفتح الدولاب. أي نعم اللي هعمله ده حاجة مش كويسة، ما ينفعش أفتح حاجة تخص حد، لكن اللي بشوفه مخليني عاوز أمسك طرف خيط يخليني افهم اي حاجة، وعشان عارف دايما انه بيقفل دولابه بالمفتاح، وده طبيعي عند اي حد في الغربة او في غرف مشتركة. بدأت ادور على المفتاح، استغليت ان نومه تقيل ومديت ايدي تحت المخدة، ملقتش المفتاح، الصوت في الدولاب لسه موجود. اخر مكان فكرت ادور فيه هو فوق الدولاب نفسه، حطيت ايدي وبدأت ادور ولقيت المفتاح فوق ظهر الدولاب. بمجرد ما مسكت المفتاح الصوت زاد، وزاد عفرتها، وفضولي زاد اكتر، واخدت الخطوة وفتحت باب الدولاب بشويش عشان صوت الباب الصاج وهو بيتفتح ما يخليش اسر ينتبه. بمجرد ما فتحت الباب الصوت سكت،
بصيت في الدولاب، الدولاب فيه شوية هدوم وكم إزازة برفان على كم شراب العادي يعني. طنشت الهدوم والكلام ده وبصيت على الكتب اللي محطوطة في رف لوحدها، ومفيش أي فار ولا أي حاجة خالص. لاحظت إن الكتب كلها من غير غلاف وورقها أصفر وقديم. قلبت في الكتب على نور كشاف التليفون، تاريخ فلسفة، علم نفس، عادي يعني. لكن اللي ما كانش عادي إني لقيت كتاب مكتوب بخط الإيد. الكتابة قديمة وفي رسومات غريبة، نجوم ودواير وأشكال هندسية ورموز كتير، حروف متباعدة، أرقام جوه مربعات وأرقام جوه مثلثات وأرقام جوه دواير. قلبت في الكتاب وإيدي بتتهز وبتترعش لحد ما وصلت لصفحة فيها صورة كيان مخيف. نص اللي فوق إنسان لكن راسه راس كبش لقرون طويلة، ورجليه رجلين كبش برضو، وجسمه مليان شعر، ومكتوب بحروف متباعدة فوق الصورة: ألف ب لام ي سين. بمجرد ما قريت كلمة إبليس سمعت صوت الكرسي المتحرك في الصالة بيرجع من جديد. بصيت ناحية الصوت من باب الأوضة اللي كان مفتوح ولقيت الكرسي فعلا موجود، بس المرة دي ما كانش فاضي، كان خالي قاعد فوق الكرسي. ومديني ظهره وبيتحرك ناحية باب السكن. رجعت الكتاب في الدولاب وقفلته، وقلت طالما لقيت في الكتاب نفس الحاجة اللي بتزاولني يبقى لازم اتكلم مع أسر الصبح، ولو زعل ان فتحت دولابه من وراه يبقى يتفلق. يا روح ما بعدك روح، اكيد هو الكتاب السبب في اللي بيحصل، ومش بعيد أسر نفسه يكون هو اللي قاصد يعمل معايا كده. بس ليه؟ ليه الأذية دي؟ قفلت الدولاب وطلعت الصالة ومشيت ناحية باب السكن. لا في أثر للكرسي ولا الخالي ولا أي حاجة من الكلام ده. رجعت وقعدت على الكنبة، عيني مغمضتش لحد ما النهار طلع. أسر صحي واستغرب إنه صاحي ولابس هدوم البيت، وقال لي: ايه النشاط ده يا عم طرزان، صحي بدري يعني وما لبستش هدوم الخروج بتاعتك ليه؟ مش هتروح الشغل ولا ايه؟ استنيته يخلص الاسطوانة بتاعته وقلت له: آسر، ايه الكتاب الغريب اللي في دولابك ده؟ انت فتحت دولابي من ورايا يا مصطفى؟ فتحته لاني بيحصل لي حاجات غريبة. اخر حاجة كنت سامع صوت غريب في دولابك، ولما فتحته لقيت كتاب قديم فيه حاجات غريبة ولقيت جواه حاجات بتطابق اللي بيحصل لي. حاجة زي ايه؟ كلمة ابليس، كلمة ابليس يا اسر. بص يا مصطفى، الكتاب ده عادي جدا، انا ورثه على فكرة من ابويا، واي حد يقولك ان الكتب دي بتعمل مشاكل كذاب وهراي. ما هو انا قدامك هو ما حصليش اي حاجة ولا حصل لابوي. اللي في الكتاب ده عشان يبقى له تأثير ليه طريقة قراية معينة ونبرة صوت معينة حبيبي، وبعدد تكرار معين ووقت معين علشان الاستدعاء والحضور اللي انت بترمي عليه. وطبعا محدش يعرف يعمل ده غير ناس قليلة جدا في العالم كله، وطول ما الشروط دي مش متحققة فهو مجرد كتاب زي كتاب القراءة كده بتاع ابتدائي. لو بقى على العيش والملح ارجع من الشغل ما لقيش الكتاب ده في البيت. غيرت هدومي واخدت بعضي ومشيت. وفي الشغل الاستاذ سمير برضو لاحظ اني سرحان، ولما سالني ايه اللي مخليني سرحان قلت له على اللي حصل، ولقيته ساعتها بياكد على كلام اسر وبيقول لي ان المشكله فيا انا، انا اللي نجم خفيف، وان دي طبيعه مواليد برج الدلو، وان اي حاجه بتاثر فيا. لما الكلام جاب بعضه طلب مني اروح معاه لمعالج يعرفه يكشف عليا ويشوف ايه المشكله. لو طلب مني الطلب ده زمان كنت رفضت وعملت مصيبه وفضيحه، لكن دلوقتي انا وفيت. لقيتني بقتنع وقلت هروح معاه. بعد الشغل اخدنا بعضنا وطلعنا على الشيخ اللي بيقول عليه. الوقت كان بين المغرب والعشاء. الشيخ ساكن في اوضه على سطوح بيت عربي، وهناك خلانا نام على الارض وهو مولع بخور ريحته نفاذة قوي. وسألني عن اللي بيحصل معايا بالظبط وحكيت له بالتفصيل عن كل حاجة،
ولما خلصت الكلام بدأ يحط إبهامه على جبهتي ويقول في سره حاجات ما كنتش سامع منها حاجة، وما بين وقت للتاني ودني كانت بتلقط شوية قرآن وبعدها شوية أدعية وبعدها شوية أسمعه وهو بيزعق في حد أنا مش شايفه. ولما خلص كل اللي بيعمله ده لقيته بيقول لي: زميلك اللي في السكن عنده حق، كل اللي قاله صح، المشكلة مش في الكتاب، المشكلة فيك انت. انت نجمك خفيف سريع التأثر، وزميلك قرأ الكتاب ولكن مفيش في نيته اي شر من ناحيتك ابدا، اراء رائعة عادية، كان في تعويذة ضمن الصفحة اللي قراها، خدم التعويذة دي من ابناء ابليس اللي المفروض ما بيتمكنش من حد الا لو اتقرض بطريقة معينة عشان يقدر يتغلب على نجم الشخص اللي قدامه، لكن انت ضعف نجمك خلاه يتمكن منك بمنتهى السهولة. الحكاية ما وصلتش لدرجة المس ولا الموضوع وصل لمرحلة التمكن منك، ما تخافش، القصة كلها بنقول عليها نزغ، يعني مزاولة كده، وهيفضل يزاولك حتى لو زميلك اتخلص من الكتاب. وبعدين والحل؟ الحل انك تتحصن، مش من النزغ بس، من كل حاجة ممكن تتعرض لها، من إبليس والجن وهوام الجن. يا ابني اذكر ربك، يا ابني صلي. انت ما بتصليش؟ انا لقيته بيديني سلسلة وقال لي ان فيها حجاب وهيحصني، ووصاني بالذكر والصلاة اكتر من 10-12 مرة. عاوز اقول لكم اني من بعد ما لبست السلسلة وبعد ما انتظمت في الصلاة وبقيت اقول اذكار الصباح والمساء، الحكاية انتهت، مفيش حاجة خالص، لا نزغ ولا غيره. واول مرة اعرف ان ممكن الابراج واللي بيتقال فيها يكون حقيقة، ما هو المثل بيقول اسأل مجرب ولا تسألش طبيب، وانا جربت. وبالمناسبة انتوا عرفتوا اللي حصل ده، وانا قاعد بحكيه لخالي لما نزلت اجازة في اقرب فرصة، حكيت له كل حاجة وصدقني في كل حرف قلته له، وكان القرار اني مش هسيبه تاني، واعتبرت ده ممكن يكون عقاب الهي ان انا ممكن كنت اشوف اي شغلانة وابقى جنبه، ومن الاخر انا فضلت نفسي عليه. اوعوا تصدقوا في الابراج، مش معنى كلامي كده خالص، الابراج وحظك اليوم والحاجات دي انا لا اقدر اقول لكم صدقوا ولا ما تصدقوش. حظك اليوم اللي من باب الترفيه والهزار والكلام ده، الحاجات اللي تخص تحليل الشخصية وتفسير الشخصية من البرج اعتبرها يا سيدي هو علم، زي ما يقولوا فراسة، تفسير الشخصية والحاجات دي علوم، لكن اقولك حظك اليوم تروح النهاردة تعمل كذا او ما تعملش كذا وفيها تحريض وتخويف ووعود بحاجات مش هتحصل، انا بالنسبة لي دي ضرب من ضروب الشرك. كل واحد حر وكل واحد ليه قراره، لكن انا بقول لكم ده، والله ما بلغت الله ما فشهد. استنونا في الحلقة الرابعة من حظك اليوم، وقصة جديدة وحكاية جديدة مع الأبراج.